دلوقتي. بص يا كابتن، بص يا استاذ محمود، معلش اسف، ان في فترات كتيره جدا جدا، ما هو في انديه كتيره يعني مش بتقول لك لكابو، لكن انت بتتكلم على النادي الاهلي. لوجيك كده، لو جبت حد من بره يقول له في فريق متصدر الدوري بعدد نقاط وفارق النقاط 17 نقطه عن الفريق الثاني، لعب 20 او 21 مباراه، خسر مباراه وكسب 17 وتعادل 2، الارقام دي تدل انك لا بتتكلم على بطل. فانا كنت شايف اثاره، خاصه بعد النتيجه، وعايز اكد تاني، احنا معترفين ان عندنا اخطاء، معترفين ان في حاجه غلط، كل ده موجود وكل ده بيتعالج، لكن المنطق اللي كنت بتكلم بيه وهفضل اتكلم بيه ان سياسه النادي الاهلي مختلفه، وان النادي الاهلي في حته تانية، وان احنا عارفين عيوبنا وعارفين ممكن يكون عندنا مشاكل فنيه، ممكن يكون عندنا مشاكل اداريه. مش عايزك تقول الكلام ده. هو لا، طب هو عاوز ياخدك، هو دولت، هو يعني الجو اللي حصل عاوز ياخدك من الدايره دي، عاوز يسحبك انك انت تتاثر بماتش وباتنين. من امتى الاهلي يا جماعه؟ ده الاهلي رجع من خسران البطوله العربيه في تونس في 97 من الافريقي 2-1 بعد مباراه كبيره جدا، وحصلت مشكله نتج عنها انه هولمان مشي من الفريق لما بعده الجماهير راحت له عنده بيته وهتفت الراجل الى الاجانب عامه كده، واكمل وقتها الاهلي الموسم اعتقد مع الكابتن احمد ماهر مدير، وخد النادي الاهلي مسابقه الدوري. خلاص، اللي انا عايز اقوله لك، انت من ثوابتك، لانه انا مضايقني قوي تقعد تكلمني على مبادئك وقيمك. يعني ايه؟ عارف عاوز اقول لك ايه؟ انا نجحت ان انا اطلعك بره الدايره، ما انا عاوز اسحبك معايا دلوقتي. بص، اجيبك في حتتي، ما انا خلاص يعني عاوز اجيبك في حتتي، عاوز اخليك بقى مشغول ترد عليا. لغايه دلوقتي هو ناجح ان هو يسحبك في الجزئيه دي. انت كان دورك طول عمرك، انت بعد ما بتخسر بتقفل، ده حقيقي بتقفل، انت كل الفرقه كلها بتقفل، والمسؤولين ما حدش بيتكلم، سيب اللي يتكلم يتكلم واللي يشتم يشتم. الرد بيكون فين دايما؟ الاهلي كان بيعمل ايه دايما؟ كان بيقول لك الرد في الملعب، مش هرد في يعني حتى يعني لما تقعد تتكلم ممكن تقعد تتابع رئيس النادي عشان يتكلم تاخد منه تصريح رد على ما فيش، ما حدش بيكلمك. خلي بالك يا استاذ محمود، الرد في الملعب ده عشان برضو الناس تكون عارفه، ده لغه اللاعبين. يعني احنا من احنا صغيرين في النادي الاهلي بنتربى، لو اي حاجه حصلت يجي المدير الفني يقول لك انت كنت غلطان في كذا وكذا وكذا، انت هترد عليا كلاعب؟ هتقول له الرد في الملعب.